تحية من جديد، أرحب بكل مشاهدي قناة شوف تي في الكرام، بكل متتبعين الأوفياء أينما كنتم، مباشرة من بني ملال نصف ساعة قبل الإفطار. هنا أجواء مثيرة بأحد أكبر الشوارع هنا، الشارع دائما تعرف كيف ما تنسميوها الترمدينة، وغادي نشوفوا في هذه اللحظات بالضبط، اللحظات بالضبط غادي نشوفوا الأجواء دائما. هذا الشارع تعرف الترمدينة، تعرف بزاف ديال الحوايج نظرا لامتلائه، تيكون ممتلئ بالباعة المتجولين. الشارع معروف بالحركة التجارية ديالو دائما في كل شهر رمضان المبارك. إذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا معايا، أنقول لكم بالصوت والصورة ما يقع هنا بشارع المتنبي، أو يمكن تسميته بشارع الترمدينة هنا في بني ملال. معروف هذا الشارع بأنه دائما تتوقع فيه أحداث وغرائب قبل الإفطار دائما بدقائق قليلة، لكون هذا الشارع تيكون ممتلئ بالباعة المتجولين، كذلك السيارات تكون مكتظ بالسيارات، تيكون فيه بزاف ديال المنبهات الصوتية ديال السيارات، كذلك يعني تتكون ترمدينة وأشياء غريبة تقع في هذا الشارع دائما لحظات قليلة قبل أذان صلاة المغرب. الأطلس ما بين الأطلسين المتوسط والكبير، وتسمى جوهرة وتلقب بجوهرة الأطلس المتوسط. ده هو الجواب أخي الكريم. كذلك تحمل لقب عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحية أخوكم طارق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.